هذا الإصدار يتعلق بالكتاب الذي نشرته أخيرا، وهو بعنوان الخطاب ما بعد الكولونيالي في النقد الأدبي تمثيلات المثقف والسلطة. آثرت فيه أن أقدم الأطروحة المركزية والأساسية لإدوارد سعيد والمتعلقة بالواقع الاستشراق. الاستشراق استعملته الدول العظمى من أجل تطويع وتقديم صورة نمطية وقدحية ودونية ضد مجتمعات المستعمرات التابعة لفرنسا أو لأمريكا. إدوارد سعيد مثقف فلسطيني كوني معروف على مستوى العالم، كان يدرس بجامعات كولونيا في أمريكا وفي الولايات المتحدة. خصص اهتماماته ومعاركه بالكتابة عن القضية الفلسطينية وحمايتها. كما يقول إدوارد سعيد يقسم المثقفين أن هنالك بعض المثقفين المتخصصين، تسأله يقول لك أنا متخصص في هذا المجال، وهذا الذي يدعي التخصص يكون لغاية هو أن يحتضن الحقيقة في الحديث عن المستشرق وعن البلدان التي كانت مستعمرة آنذاك. المثقف يجب أن أحسن تعريف للمثقف حسب إدوارد سعيد هو أن المثقف عليه أن يقول الحقيقة ودون أن يصمت عليها. معرض الكتاب هو كتابي أنا، وأنا فرحان به وأريد أن ينجح، والجلسة اليوم كانت ناجحة بامتياز لا من ناحية المناقشة ولا من ناحية الإنصات. أتمنى أن هذا الكتاب يجب أن يعمم، لأنه يخدم الشعوب العربية فيما يتعلق بالتجربة الاستعمارية التي توجهت لهم وأحكام العرقية التي وجهت للدول العربية إبان الحماية والاستعمار. الآن تحضر أمامنا القصة الفلسطينية بامتياز، ويذكرني بها إدوارد سعيد. إدوارد سعيد كان يدرس لمدة 50 عام، يدرس في جامعة كولومبيا، وترك هنالك كثير من الطلبة، وجامعة كولومبيا هي التي تقود الانتفاضة في أمريكا، الجامعة الطلابية، وتطالب باستقلال وتحرير غزة وتحرير فلسطين. وهذه هي الوصايا التي قضى فيها إدوارد سعيد مناضلا حتى وفاته. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.